والله صالح فرحان خسارة على الضيعة كلها وعلى الطائفة كلها، إنسان محبوب من قبل الضيعة كلها، ليه مقصود حزب وليه مقصود شيء؟ مقصود الفتنة بالضيعة، لأن ضيعتنا بعد ليه فيها فتنة وليه بيصير فيها وليه منخاف نحن من يبدو أن الأيادي المجرمة والعقل الإرهابي المدبر لسلسلة من الجرائم مصر على الاستمرار في هذا المسلسل. هذه جريمة لا شك أنها تستهدف كل ما أنجز منذ اتفاق الدوحة حتى الآن.